عايز تقول حاجة في القصة دي ولا لا انا اسألك عايز انا؟ اقول انه ال احساسي اللي خدمنا في ماتش المغرب اكتر لما الهدف جه في وقت مبكر، احنا خدنا نتيجه سلبيه، احنا زعلنا طيب، لكن ده رفع الضغط من على منتخب مصر تمام، فخلانا لعبنا باللعب الطبيعي. احنا الماتش ده متوقع انه منتخب الكاميرون هينزل ضاغط، ده على ارضه وعلى ملعبه، لو البطوله عندنا احنا هنعمل كده دايما، انت بتنزل على ملعبك وسط جمهورك بتنزل ضاغط. منتخب مصر اكيد هيبدا بدايه حذره جدا للغايه، هيحاول يقص النبض شويه، هيشوفهم ناويين على ايه، وبعدين نبدا نبني زي ما بنعمل الهجمات ونكمل ونزيد من خلال انطلاقات محمد صلاح، وكمان مرموش بيعملها بشكل كويس جدا. انا نفسي عملناها المره اللي فاتت بشكل كويس، ان احنا نبدا نسدد من بره ال 18. أيوة. يعني فعلا لما بتحصل شويه في ماتش كوت ديفوار لما عملها مرموش خلت اللعيبه خدت ثقه عندنا وهم تهزوا نفسيا. برضو الماتش اللي فات عملها تقريبا مصطفى محمد، يعني برضو تسديده من بره واتصدت اي نعم، بس اديتك انت ثقه انك لا انت تقدر وان انت تكمل وكده. فانا حاسس انه اكيد منتخب كوت ديفوار هيبدا بدايه هجوميه علشان يباغت منتخب مصر، لكن اكيد مستر كارلوس كيروش حاطط في اعتباره ان هو هيبدا بدايه حذره على الاقل اول ربع ساعه، ان انت تطلع منها بشكل امن، وبعدين تبدا تلعب لعبك اللي انت يعني لعبناه في ماتش كوت ديفوار وماتش المغرب. تسعات سامو لقيت رايك فيها ايه؟ انا حاسس ان تصريحات صامويل ايتو اتخذت بشكل يعني راحت في اتجاه تاني خالص مغاير. اعتقادي يعني انه دايما انت لما بتيجي تتكلم، هو خلو التعبير اكيد لان هو لازم يعرف ان هو راجل مسؤول، انت عارف بتقول ايه، احنا هنموت نفسنا في الملعب، احنا المباراه دي بالنسبه لنا حياه او موت كده كده يعني. بس هي التصريحات طبعا اتخذت ان هي عارف انت التصريح الترجمه الحرفيه. انت رايك ايه يا احمد عشان اقول لك حاجه احسن في القصه دي بسرعه؟ لا انا شايف انه تصريح عادي يعني، مش هو الراجل برضو عايز يحمس اللعيبه بشكل كبير، وده على فكره حاجه كويسه جدا اللي يحط عليهم ضغط بشكل كبير، احنا نقدر نستغله صح بشكل كبير. الضغط الكتير ده، الضغط الكتير ده هيجي بشكل سلبي معانا جدا. على فكره انا قلت نفس الجمله اللي انت قلتها دي في بدايه الحلقه النهارده، انه يا جماعه دي مستوحاه في الكوره بس يؤخذ عليه ان هو مسؤول بالزبط. دلوقتي يعني هو لو كان سامو لقيته اللاعب الكبير العظيم بيقول كده وسط اللعيبه عادي، بس بما انك انت بقيت مسؤول لسه ما عندوش الخبره، فكل حرف طبعا محسوب عليك، بس يعني لا نكبرها قوي بالزبط. ولا برضه نتعامل معاها انك حاجه عاديه، لا هي مش حاجه عاديه بس فقط، هي كره قدم عموما يعني.